السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا دايما يا رب. للناس اللي اول مرة تشوفني، انا مس عائشة انجليش تيتشر، بناخد مع بعض كورسات انجليش من الصفر للاحتراف، وكمان بناخد مع بعض دروس في الماس، وده بناء على طلبكم. النهاردة جاي لكم بقاعدة حلوة قوي 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 وسهلة، بس نركز شوية وهتبقى سهلة وبسيطة جدا. احنا خدنا ثلاث انواع قبل كده من الأسئلة، وقلت لكم عليهم في أول حصة خدنا فيها الكويشن. الكويشن عندنا في اللغة الإنجليزية مكون من ثلاث أنواع. أول نوع اللي هو بالأكزيلري فيرب، وده عملنا له حصة لوحده، واللي بالأكزيلري فيرب ده اللي هو دايما الكويشن يس أور نو، إجابته دايما يس أور نو، والسؤال ده لازم نبقى عارفين يعني إيه هيلبنج فيرب وآم وإيز وآر ووز وير ودو وداز، وعملنا له فيديو لوحده. وبعد كده أخدنا الكويشن بي الكويشن ووردز، أدوات الاستفهام، وبرضو عملنا له كذا فيديو ونعرف كل أداة استفهام ليها استخدام إيه. امال هناخد ايه النهارده بقى؟ هناخد النهارده الكويشن تاج. الكويشن تاج زي ما بيتقال هو المفروض يعني اسمه الحقيقي او الاسم الصح تاج كويشن، اللي هو السؤال المزين. الكويشن تاج ده نوع من انواع الاسئله في اللغه الانجليزيه، واللغه الانجليزيه عموما ما فيهاش غير ثلاث انواع من الاسئله: الاكزيلري فيرب والكويشن وورد، والنهارده بناخد اخر نوع وهو التاج كويشن. طب بنستخدمه في ايه الكويشن ده؟ قال لي هو بيستخدم كطرح سؤال للتاكيد، يعني انا بسال باكد على كلامي، يعني مثلا اقول هي مبسوطه، صح مش كده؟ تمام، اليس كذلك؟ هو معناه كده كلمه اليس كذلك. يعني ايه يا ميس؟ مش فاهمين. يعني احنا بنعمل جمله وبعد كده بنقلب وننفي، ودي قاعدة الكويشن تاج، نقلب اقلب وننفي، اقلب وننفي. طب تعالى كده نفهم او نشوف يعني ايه. يعني اقول we are late، احنا متأخرين، انا بقول جملة عادية اهو we are late، عايز اقول بقى اليس كذلك. طب تعالى كده انفي الجملة دي معايا كده واحدة واحدة، مش we are، لو جيت انفيها هتبقى we aren't. تمام، اقلب aren't we، أليس كذلك؟ يبقى we are late aren't we، وحط الكويشن مارك، يعني معناها احنا متأخرين أليس كذلك. طبعا علشان افهم القاعدة دي كويس لازم ابقى عارفة يعني ايه present simple ويعني ايه past simple ويعني ايه are ويعني ايه was، والحاجات دي كلها ليها فيديوز قبل كده. طيب تعالي ناخد سؤال تاني علشان نفهم. He is tired، هو تعبان. He is tired، تعالى كده بالراحة انفي، هتبقى he isn't tired. He isn't tired، ها اقلب، برافو عليك. Isn't he، isn't he، أليس كذلك؟ تبقى he isn't tired، isn't he، نفينا وقلبنا. They are having fun، they are having fun، هنا الهيلبنج فيرب اللي هو are. طب تعالى ننفي الجملة دي، احنا بنقول they are having fun، هو باين عليهم ان هم مستمتعين. They aren't، they aren't، اقلب aren't they، aren't they، أليس كذلك؟ يبقى انا هقول الجملة تاني، they are having fun، aren't they، أليس كذلك؟ I can go، I can go، أنا أقدر أذهب أو أمشي، I can go. إن في الجملة دي I can't go، برافو عليك. طب ها can't go، برافو عليك. طيب نقول جملة كمان، طب لو عايزة بقى أقول جملة في الـ present simple اللي هو he و she و it، الverb take us، I و we و you و they، الverb infinitive. They live in Cairo، هم عايشين في مصر. They live in Cairo، دور هنا على helping verb مش هنلاقي helping verb، مفيش ولا am ولا is ولا are ولا can ولا was، امال اعمل ايه؟ ابص للverb infinitive. احنا كنا واخدين في قاعدة present simple علشان انفي الجملة اللي فيها الverb infinitive بنفي don't. They live in Cairo، they don't live، نفينا they don't، اقلب don't they،
يبقى الجملة they live in Cairo don't they وحط الكويتشن مارك. She likes chips هي بتحب الشيبسي. أنا بسأل بقول لحد كده بطرح عليه سؤال بطريقة مختلفة. She likes chips. طيب إن في الجملة دي she doesn't like chips. She doesn't like chips. اقلب doesn't she ليس كذلك. يبقى بقول إيه she doesn't she likes chips هي بتحب الشيبسي ها doesn't she أليس كذلك؟ طب لو القاعدة الجملة في الباست سيمبل they lived in Aswan هم عايشين في أسوان. they lived in Aswan إن في الجملة دي الأول ده الفيرب هنا في الباست. المس قايلنا لما الفيرب يبقى في الباست بننفي didn't والإنفينيتيف. يبقى they didn't live in Aswan they didn't live in Aswan ها برافو عليك. اقلب didn't they أليس كذلك؟ they lived in Aswan didn't they. he wants chocolate he wants chocolate الفيرب هنا في s ها ننفي بايه doesn't he doesn't want chocolate. نقلب doesn't he يبقى he wants chocolate doesn't he. اقلب تمام. he has visited Cairo before he has visited Cairo before هنا دي قاعدة الـ present perfect. طيب هنا فين النفي هنا؟ برافو عليك الـ helping verb هنا كلمة has يبقى حنفي hasn't هتبقى he hasn't visited Cairo. اقلب hasn't he يبقى تعالى بقى نقول الـ question tag كله كده على بعضه. he has visited Cairo before هو زار مصر قبل زار القاهرة قبل كده ها hasn't he نفينا وقلبنا. طيب كده انا اديتكم الجمله كلها مثبته. طب لو الجمله فيه النفي بنعمل ايه؟ عندنا حاجه كده في اللغه العربيه بتقول نفي النفي اثبات. نفي النفي اثبات يعني لما احط نفي ورا نفي انا حسبت الجمله. معناها ايه الكلام ده يا مس؟ معناها ان لو مديني جمله فيه النفي علشان انفيها